في سعيد كنا بنتكلم عن البدايل. تمام. البدايل اللي نزلوا المباراة اللي فاتت وأحداثه فارق. وخلينا نبدأ برمضان صبحي. أنا بشوف إن رمضان صبحي بيبقى مهم للمنتخب المصري في حالة واحدة بس، في حالة إن أنت محتاج حد يهدي الريتم شوية، يقف على الكورة شوية، يديك الحيازة، يخفف الضغط الحاصل من الخصم. فبالتالي رمضان بيكون دوره مهم أو بيبرز في الوقت ده بالتحديد. لكن على مستوى الفعالية على المرمى رمضان بعيد شوية، لأن رمضان في الفترة الأخيرة مع نادي مش في أفضل حالاته. رمضان كمان من النوع اللي بيلعب بعيد عن 18 كتير، يعني هو أدواره في تطوير الأداء الهجومي وصناعة الفرص أكتر بكتير جدا من أدواره في الإنهاء. طيب لكن إحنا كمشجعين دايما بنقول له إنجز يا رمضان. صحيح، ما عشان كده المفروض المره دي يقف على الكوره. هو انت بتقول له انجز رمضان، لان انت في توقيت بتبقى محتاج حسم، بتبقى محتاج فعاليه، بتبقى محتاج النوع بتاع تريزيجيه اللي بيروح على الجون، بتبقى محتاج النوع بتاع زيزو اللي بيلعب بشكل يعني بشكل مباشر على المرمى. فانت دايما بتدور على، يمكن كان ده الخلاف مع كيروش قبل البطوله، ان ليه احمد رفعت مش موجود، لان احمد رفعت كان دايما لاعب ايجابي على الجون وبيروح على المرمى كتير. لكن رمضان لاعب مهم في فكره انه يديك الحيازه، انه يخفف الضغط، ان هو يهدي الريتم شويه في الفكره دي. احمد سيد زيزو هو لاعب مهم في كل الاحوال، هو لاعب مهم. انت عايز تلعب على المرمى، عايز تخلق فرص، عايز تعمل كرات عرضيه، عايز تسدد، عايز تعمل اتزان وربط بين الخطوط. في كل الاحوال احمد سيد زيزو لاعب مهم جدا، هو البديل الابرز في البطوله. يمكن ده لفت نظر الناس كلها. يمكن كنت بتكلم مع فيفي ما بين الفاصل، ان وانا بتفرج على سكاي سبورت، المعلق الانجليزي اكتر من مره طوال المباراه فين زيزو، ده وقت زيزو من الدقيقه 75 مع بدايه الشوط. احنا كمان كنا بنقول كده. صحيح، يعني الناس بره ابتدت تاخد بالها ان ده لاعب دوره مهم جدا جدا. لكن هو كان عنده وجهه نظر كيروش، هو كان زيزو واخد انذار مع يعني التحكيم الغريب اللي كان حاصل في الماتش، لو خد انذار تاني كنا اتحرمنا منه في النهائي. ربما دي فكره من الافكار اللي هو استعان بيها، لكن تغيير زيزو اتاخرت كتير جدا، يعني على الاقل كان يلعب الشوطين الاضافيين، لانه فعليا هو لاعب لا يصنف كبديل، يعني هو مش موجود بره عشان هو بديل، لا عشان هو بيحدث الفارق وبيحدث التغيير في الشكل. فان شاء الله نتمنى ان الدكه تكون فعاله. وكمان النهارده اعتقد كمان ان اذا المباراه طالت ان محمد شريف هيكون ليه دور في اخر المباراه، لان احيانا انت ممكن تحتاج لادوار هجوميه اكتر. فبالتالي محمد شريف هيكون لاعب اقرب للمرمى، مكان مصطفى محمد مثلا او مرموش حسب ظروف المباريات ظروف المباراه. فبالتالي ممكن يكون ليه دور، خاصه كمان ان كيروش قعد معاه بعد المباراه وصالحه، واللعيبه كانت بتغني له في الفندق واحتفلوا بعيد ميلاده، وكان تلوعه عظيمه جدا.